السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. البداية بأبرز العناوين. وزارة التربية والتعليم تعتمد نتائج الدبلوم العام وتعلنها يوم الاثنين المقبل. التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للربط البيني في الشرق الأوسط بالسلطنة. الحكومة البريطانية تتوصل إلى موقف موحد بإنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكسيت. آلاف النازحين يبدأون بالعودة إلى منازلهم في محافظة درعا بعد اتفاق لوقف القتال في جنوب سوريا. كما تتابعون أيضا في نشرتنا الاقتصادية، أكثر من 6 ملايين مسافر عبروا مطاري مسقط وصل لا حتى نهاية شهر مايو الماضي. وتتابعون في الأخبار الرياضية، إنجلترا تلحق بفرنسا وبلجيكا إلى نصف نهائي المونديال بفوزها على السويد بهدفين دون رد. اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات الدبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2017-2018. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستتوفر اعتبارا من الساعة 2:00 ظهرا من يوم الاثنين الموافق 9 يوليو الجاري من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS عن طريق عمانتل، وأريد عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم 90200، كما ستتوفر لاحقا على بوابة سلطنة عمان التعليمية. ويمكن للناجحين والطلب الراسبين مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابعين لها لاستلام كشف الدرجات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 يوليو الجاري. واتخذت الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة، حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في 334 مركزا للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة. وقعت الشركة العمانية للاتصالات عمانتل اتفاقية لإنشاء مركز إقليمي للربط البيني في الشرق الأوسط، وسيتم بموجب هذا المشروع المشترك إنشاء أول مركز حيادي عالمي الطراز في السلطنة. تتمتع السلطنة بموقع استراتيجي بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، أهلها لإنشاء مركز بيانات وخدمات ربط بيني لمشغلي تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط. اتفاقية أعلنت عن توقيعها الشركة العمانية للاتصالات عمانتل مع مجموعة أكوينكس العالمية. مركز البيانات الجديد الذي سيتخذ من ولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة موقعا له على مساحة تبلغ 18600 قدم مربعة متعدد الشبكات، وسوف يشكل مركزا إقليميا للربط البيني يتميز بسرعة استجابة أكبر بين أسواق الأعمال العالمية. هذا المركز المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الثاني من العام المقبل 2019 سيستفيد من استثمارات شركة عمانتل في الاتصالات بأنظمة الكابلات البحرية الاستراتيجية المتعددة المنتشرة في أرجاء المنطقة والعالم، كما سيمنح الشركات أداء أفضل لأعمالها بتوفير محتوى جيد وتطبيقات عالية الأداء توفر تجربة استثنائية للمستخدمين.
المشروع عند اكتماله سيشكل مركز البيانات في السلطنة جزءا من منصة تتألف من 200 مركز بيانات حول العالم، تتيح الوصول إلى أنظمة الأعمال التي تشمل نحو 3000 مزود لخدمات الحوسبة السحابية وأكثر من 1700 مزود لشبكات الاتصالات، وما يزيد عن 800 مزود محتوى ووسيلة إعلام رقمية عالمية. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي أن حكومتها المنقسمة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي توصلت إلى موقف موحد لإنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة المتحدة والتكتل لمرحلة ما بعد بريكسيت. وينص القرار الذي تم التوصل إليه بعد اجتماع استغرق يوما واحدا لمجلس الوزراء برئاسة مي على إنشاء منطقة تجارة حرة للسلع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل حماية التجارة عبر الحدود. ستضمن بريطانيا تكون جميع السلع مصنوعة وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي. وإلى الصومال، حيث لقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم في انفجارين في وسط العاصمة مقديشو، استهدف وزارة الأمن الداخلي أعقبهما إطلاق نار، وفق ما أفاد به مسؤول في الشرطة الصومالية. أوضح المصدر أن الانفجار الأول نتج عن تفجير انتحاري بسيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي، فيما وقع الانفجار الثاني خارج فندق سايدكا قبالة مبنى الشرطة حيث الانفجار الأول. وفي الوقت نفسه أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجومين. عاد آلاف النازحين إلى منازلهم بريف درعا الشرقي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسية، فيما لا تزال معارك متقطعة تجري بين المعارضة والقوات الحكومية السورية بالريف الغربي لدرعا قرب الحدود مع إسرائيل بانتظار اتفاق سلام آخر. آلاف النازحين يعودون إلى منازلهم بريف درعا الشرقي بعد توقف نيران المعارك بين المعارضة والحكومة السورية، وذلك بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسية. مصادر إعلامية أوردت أن النازحين بدأوا بالعودة منذ عصر أمس من المنطقة الحدودية مع الأردن إلى قرى وبلدات في ريف درعا الجنوبي الشرقي بعد زهاء أسبوعين كاملين من خروجهم. وكانت المعارضة توصلت في وقت سابق لاتفاق مع الجانب الروسي على تسليم سلاحها على مراحل ونشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية بمحافظة درعا، يشمل كذلك انسحاب القوات الحكومية من عدة بلدات بريف درعا الشرقي والتي سيطرت عليها مؤخرا، بالإضافة إلى إشراف الحكومة السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن. ولا تزال المحادثات في مدينة بصرى الشام جارية للتوصل إلى اتفاق سلام آخر يشمل مناطق ريف القنيطرة بالجولان السوري ومناطق بريف درعا الغربي على الشريط الحدودي مع إسرائيل. في قطاع غزة المحاصر، شيع مئات الفلسطينيين جنازة شاب استشهد بنيران إسرائيلية خلال تظاهرة حدودية. وقال شهود عيان إن الشهيد سقط عندما هرع متظاهرون تجاه السياج الحدودي، كما أصيب 24 آخرون خلال التظاهرة بحسب وزارة الصحة في القطاع. وأوضحت إحصائيات فلسطينية أن عدد الشهداء قد بلغ 125 شهيدا منذ بدء تظاهرات العودة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الدول الأوروبية أظهرت إرادة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس روحاني مطالبته للقوى العالمية باتخاذ إجراءات عملية وقرارات معينة لترجمة تلك الإرادة. وكانت إيران قد اتفقت مع القوى العالمية على مواصلة المحادثات التي تشمل إجراءات اقتصادية بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي بعد ساعات من المناقشات بين دبلوماسيين من إيران وخمس قوى عالمية في العاصمة النمساوية فيينا.
وتمخض اللقاء عن مقترحات لإنقاذ الاتفاق النووي عبر منح طهران حوافز اقتصادية مقابل استمرارها في الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو أنه أحرز تقدما في بيونغ يانغ فيما يتعلق بتحديد جدول زمني لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي. وكان وزير الخارجية الأمريكي أجرى محادثات مكثفة مع المسؤولين الكوريين الشماليين لوضع خطة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. وتعهد مايك بومبيو بتقديم حوافز اقتصادية وبناء علاقة ممتازة مع بيونغ يانغ، وذلك في حال التزمت بنزع السلاح النووي ووقف التجارب الصاروخية. من جانبه قال المسؤول في الحكومة الكورية الشمالية إن هذه المحادثات أسمت في تزايد الثقة بين الطرفين وستكون نتائجها واضحة خلال الفترة القريبة القادمة. هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. مواكبة للحدث العالمي الأبرز، جوجل ترانسليت خدمة لا غنى عنها لمشجعي كأس العالم في روسيا. عبق فاح بين جنباتها فنفثت سلاما برائحة لبانها. حلقت عاليا نحو السماء فنقشت بأبجدياتها تاريخا جميلا. وبكرمها أمست مضربا للأمثال. مهرجان صلالة السياحي 2018 من 10 من يوليو إلى 25 من أغسطس. وزارة التربية والتعليم تعتمد نتائج الدبلوم العام وتعلنها يوم الاثنين المقبل. التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للربط البيني في الشرق الأوسط بالسلطنة. الحكومة البريطانية تتوصل إلى موقف موحد بإنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكسيت. آلاف النازحين يبدأون بالعودة إلى منازلهم في محافظة درعا بعد اتفاق لوقف القتال في جنوب سوريا. قالت السلطات اليابانية إن نحو 49 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 50 آخرين إثر سيول وأمطار غزيرة اجتاحت جنوب غرب اليابان. وذكرت السلطات أن الأمطار الغزيرة أدت إلى وقوع فيضانات على بعض المحافظات غرب اليابان، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 1,600,000 شخص. أسفرت أمطار غزيرة ضربت غرب وسط اليابان عن وفاة نحو 40 شخصا وفقد 50 آخرين. هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت تحذيرات خاصة بشأن الأحوال الجوية عبر 4 مقاطعات في غرب جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، حثت فيها على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية حسب ما وصفته بأمطار تاريخية. وقالت الحكومة اليابانية إن نحو 48,000 فرد من الشرطة والإطفاء وقوة الدفاع المدني تلقوا أكثر من 100 بلاغ عن انهيارات أرضية واستغاثات أخرى. وكالة مكافحة الحرائق والكوارث بدورها قالت إنها أصدرت أوامر لأكثر من 1,600,000 شخص
بمغادرة منازلهم وسط مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أخرى، مع توجيه النصح لنحو 3,100,000 آخرين بمغادرة منازلهم. وغطت أتربة ومخلفات الانهيارات الأرضية أجزاء واسعة من الطريق السريع في شمال الجزيرة. وفي تايلاند ارتفع عدد ضحايا غرق القارب السياحي إلى 38 حالة وفاة، جميعهم من الصينيين. وقفزت حصيلة الضحايا بعدما أرسلت البحرية غواصين ليدخلوا حطام القارب السياحي الذي انقلب وغرق مساء الخميس عندما أطاحت به أمواج عالية بارتفاع 5 أمتار، وهو يقل 105 أشخاص، من بينهم 93 سائحا وطاقم مكون من 11 فردا ومرشد سياحي واحد. تأتي الحادثة في الوقت الذي يكافح فيه عمال الإنقاذ لاستخراج 12 صبيا ومدربهم الكروي من كهف غمرته الفيضانات في أقصى شمال تايلاند، حيث حوصروا منذ 23 من يونيو الماضي، وما زال عمال الإنقاذ يسعون لتحديد كيف ومتى سيخرجونهم. أعلن علماء آثار عن اكتشافهم لمقبرة كبيرة تعود إلى حضارة الإنكا بشمال البيرو، والتي تضم حوالي 26 هرما. المقبرة تحتوي على عدة موميات محنطة مع قرابين جنائزية كالخزف والملابس المنسوجة. اكتشفوا علماء آثار في بيرو موقعا شاسعا للدفن يرجع لحضارة الإنكا داخل هرم طيني في واد صحراوي ساحلي بعيدا عن منطقة جبال الأنديز التي كانت قلب الإمبراطورية القديمة. ويعيد هذا الكشف للأذهان السهل مترامي الأطراف من ساحل المحيط الهادي حتى جبال الأنديز الذي كانت إمبراطورية الإنكا تسيطر عليه باستخدام شبكة طرق ونظام ضريبي قبل الغزو الإسباني في القرن 16. وقال خوسيه مانويل إسكوديرو مدير الفريق في موقع توكومي الأثري يوم الخميس إنهم اكتشفوا أكثر من 20 مقبرة تشبه الكهوف تضم رفعة بشرية وأواني خزفية تنتمي لحضارة الإنكا. وأشار إسكوديرو إلى أنهم اكتشفوا رفعة أشخاص يمسكون قواقع مسننة كانت تستخدم في الطقوس الدينية في 5 مقابر. ويأمل علماء الآثار أن تساعدهم هذه الاكتشافات في معرفة المزيد عما يطلق عليه هرم النحل الذي وجدت به المقابر، وهو أحد الهياكل الطينية في الموقع. ويعتقد أن شعب لامبايكا الساحلي استوطن توكومي التي تبعد نحو 640 كيلومترا شمالي العاصمة ليما في مطلع القرن 12، قبل أن تحتلها حضارة تشيمو ثم إمبراطورية الإنكا في وقت لاحق قبل نحو 500 عام. بعد قليل سنكون بمشيئة الله تعالى مع الأخبار الاقتصادية مع الزميل طلال الكلباني. اختصر الوقت ووفر الجهد والمال وأنجز معاملاتك البلدية إلكترونياً. حمل تطبيق بلديتي واستمتع بخدمات بلدية على مدار الساعة. قم بتجديد التراخيص البلدية وعقود الإيجار وتراخيص البناء إلكترونياً، وسجل شركتك في سجل الموردين. استفد من خدمات مواقف المركبات الخاضعة للرسوم مثل شراء تذاكر مواقف المركبات وتصاريح المركبات والاستعلام عن المخالفات ودفعها إلكترونيا. قم بإرسال الاستفسارات والمقترحات والملاحظات وقدم على غيرها من الخدمات. تجول في تطبيق بلديتي وتعرف على أهم معالم محافظة مسقط. خليك في مكانك ولا تتعنى. مع تحيات بلدية مسقط.
حياكم الله. ارتفع عدد المسافرين عبر مطاري مسقط الدولي وصلالة حتى نهاية شهر مايو الماضي ليبلغ 6,617,303 مسافرين وفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وسجلت جنسيات الهند وبنغلاديش وباكستان تحركا أكثر في مطار مسقط الدولي خلال شهر مايو الماضي، وارتفع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بما فيهم القادمون والمغادرون والمحولون وترانزيت حتى نهاية مايو 2018 ليبلغ 6,100,000 مسافر، فيما بلغ عدد المسافرين عبر مطار صلالة حتى نهاية مايو 516,470 مسافرا سافروا على متن 4,432 رحلة. أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا باعتبار ثلاث مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وتتمثل المواصفات التي حددها القرار في المواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران الصناعية المصنع من زيوت السيارات المستعملة، والمواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران التجارية المصنع من زيوت السيارات المستعملة، والمواصفة القياسية الخاصة بزيت الوقود. وتهدف هذه المواصفات القياسية إلى وضع اشتراطات خاصة بزيت الوقود وتنظيم تداول الزيوت المستعملة المستخدمة كوقود للأفران، بالإضافة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها. صعدت الشركات المدرجة الجديدة في سوق مسقط للأوراق المالية القيمة السوقية للسوق إلى 17 مليارا وأكثر من 600 مليون ريال عماني بنهاية الأسبوع الماضي، وشهد سوق مسقط ارتفاعا في قيمة التداول إلى 31 مليون ونصف المليون ريال عماني بقيمة إجمالية بلغت 23 مليون و800 ألف ريال عماني. وكانت تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي هادئة، فقد بلغ عدد الصفقات المنفذة 1507 صفقات. ما الذي يحافظ على أساسات منزلك ويزيد عمره الافتراضي لسنوات عديدة؟ ما الذي يحقق أحلامك ويبني مستقبلك؟ ما الذي تثق به لحماية عالمك مدى الحياة؟ هناك اسم واحد في عمان هو الذي يوفر للمباني القوة والمرونة والثقة في تحملها للهزات الأرضية، وأنت أيضاً يمكنك أن تجعله أساساً لبناء منزلك. حديد بانتر من جندال شديد، حديد ذو جودة عالمية. حديد بانتر، الاسم الذي يعني الثقة مدى الحياة. أهلا بكم من جديد. 25 مليون و651 ألف ريال عماني إجمالي أعمال وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية المعلن عنها خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضحت الوكالة أن إجمالي نصيب الصادرات منها بلغ حوالي 19 مليون و329 ألف ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الأعمال المحلية أكثر من 6 ملايين ريال عماني، بينما بلغ إجمالي سقوف الائتمان المعتمدة للصادرات 7,497 ألف ريال عماني مقارنة بمليونين واثنين وعشرين ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي. كشفت الشركة الوطنية للعبارات عن ارتفاع في أعداد المسافرين الذين أقلتهم الشركة على متن رحلات العبارات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 116,729 مسافرا بنسبة نمو بلغت 7.5%. وأفادت النشرة الإحصائية للشركة إلى نمو أعداد شحن المركبات بنسبة بلغت 6% من خلال شحن 29,749 مركبة مقارنة ب 27,976 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً في عملية شحن البضائع والمعدات بلغت نسبتها 9.19%.
4673 اسطوانة غاز مسال تم إلغاؤها خلال الأشهر الستة الماضية لعدم صلاحيتها للاستخدام. أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد اسطوانات الغاز المسال التي تم فحصها في محطات الفحص الدوري خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو 2018 بلغ عددها 32611 اسطوانة، حيث تم إعادة 27938 اسطوانة للخدمة. وتتمثل أحجام هذه الاسطوانات في نوعين، هما سعة 48 لترا وسعة 108 لترات. نهاية النشرة الاقتصادية ما تبقى من العاشرة مع الزميل خالد، إلى اللقاء. شكرا طلال. حفاظا على الموروث الشعبي والتعريف بالأدوات والمهن الحرفية وتدريب الهواة عليها، برنامج شبابي يستقطب شريحة من المهتمين بهذه المهن، والذي نظمته وزارة الشؤون الرياضية ضمن برنامج الأنشطة للأندية والمجمعات على مختلف محافظات السلطنة. معرض مصغر لكنه حوى قطعا أثرية قيمة، هي انعكاس لمدى ارتباط العماني ببيئته ومجتمعه، وحفاظا على الموروث الشعبي كانت من بين الفعاليات برنامج الأنشطة للأندية والمجمعات الرياضية شبابي لوزارة الشؤون الرياضية. ابتدأنا بفعالية الموروث الشعبي من ضمن فعاليات برنامج شبابي لهذا العام في ألواح أمول. برنامج فعالية الموروث الشعبي تشتمل على ثلاثة أقسام: المعرض التراثي بالإضافة إلى ورشة صناعة الفخار وورشة المشغولات اليدوية. مشاركة مالي هي عبارة عن بعض التراثيات والأثريات القديمة، وكذلك بعض الأنتيك القديم الذي استخدم في عمان، مثلا بعض الأجهزة والكاميرات وجهاز المورس. طبعا هذا جهاز المورس اللي موجود هنا عندنا هو يعتبر كتحفة في جزيرة معروفة، في عندنا جزيرة التلغراف في خصب، وكان لها دور في 1864. كذلك ضم المعرض ركن الفخاريات وكيفية صنع القوالب المختلفة للأبواب وغيرها لتثبيت النقوش والزخارف والتي تتميز بها الفخاريات بمجملها وتدريب الهواة عليها. عملنا هو يختص بالمشغولات اليدوية أي كان نوعها، عندنا اللي هو إعادة تدوير الورق، عندنا الفخاريات، عندنا السعفيات، هذه الأشياء كلها نعلمها لهذا الأطفال، وما شاء الله خلال اليوم الأول واليوم الثاني إقبال كبير من الأطفال والطلبة اللي موجودين في ألواح حمول. أنا جيت أتعلم على هذه الأشياء على أصنعهن، يعني قام الأبواب وهذيك أشياء كلاق بالطين هله. الموروث الشعبي حاضر في جميع المحافل والمهرجانات والمعارض سواء الداخلية أو الخارجية، وهو عنوان لحضارة عمانية لا يمكن أن يغفل عنها أبناؤها. يظل الموروث العماني ضمن أنشطة واهتمامات وزارة الشؤون الرياضية خاصة في الفترة الصيفية. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. الآن ننتقل إلى الأخبار الرياضية مع الزميلة مزون الحسنية. ليك مزون. شكرا خالد، أهلا بكم مشاهدينا. بلغت إنجلترا نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 28 عاما بفوزها على السويد بهدفين دون رد في دور الثمانية، وتقدمت إنجلترا بهدف المدافع ماغواير من ركلة ركنية حاولها برأسه في الشباك بعد نصف ساعة من البداية، ومن ضربة رأس أخرى أضاف دايلي آلي الهدف الثاني للإنجليز في الدقيقة 59. بعدها مرت الدقائق دون تغيير في النتيجة ليتأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه إلى نصف نهائي المونديال، وينتظر الفائز من المباراة التي تقام الآن بين روسيا صاحبة الأرض وكرواتيا، وتشير نتيجتها إلى التعادل السلبي إلى الآن. احتفلت الجماهير الإنجليزية بتأهل منتخب بلادها للدور نصف النهائي بعد نهاية المباراة أمام السويد، وانطلقت هتافات الجمهور الذي احتشد في منطقة أسواق كامدن تاو
في شمالي لندن مرددين أغنية المنتخب القائلة بأن كأس البطولة سوف يعود للمكان الذي اخترعت فيه اللعبة، حيث يملك المنتخب الإنجليزي لقبا واحدا فاز به في عام 1966. غادرت بعثة المنتخب البرازيلي روسيا عقب خروجها من البطولة أمام بلجيكا في ربع النهائي، ورغم أن منتخب البرازيل كان المرشح الأكبر للفوز بالمونديال الروسي، إلا أن بلجيكا كان لها رأي آخر في مباراة الأمس، حيث سجلت بلجيكا هدفين عن طريق لاعب المنتخب البرازيلي فرنانديو بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، واللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من تسديدة قوية. ورغم تقليص ريناتو أوغوستو النتيجة للبرازيل في الدقيقة 76، إلا أن بلجيكا حافظت على تقدمها لتضرب موعدا مع فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم. وإلى الخبر الأخير، حيث تحدث مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشامب لوسائل الإعلام بعد تأهل فرنسا إلى نصف النهائي على حساب الأوروغواي بهدفين دون مقابل، وقال ديشان أن الفريق لا يزال بعيدا عن التألق رغم التأهل إلى نصف النهائي، وأضاف أن الفريق مر بدور أول معقد ولم يكن فيه اللاعبون في قمة مستواهم، لكنهم استسلموا بالواقعية والفاعلية. مباراة الأرجنتين أظهرت مدى النمو الذي حققه المنتخب على صعيد القوة الذهنية، وكنا أفضل أمام الأوروغواي، لكن لا تزال هناك بعض العيوب ولدينا المزيد من القدرات التي بوسعنا أن نظهرها أمام بلجيكا. إذن مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، وعودة الآن إلى الزميل خالد السلامي. شكرا لك مزون. وليس بعيدا عن الرياضة، حيث مواكبة للحدث العالمي الأبرز على المستوى العالمي أو الرياضي بالتحديد، أصبحت خدمة جوجل للترجمة والتي تعرف باسم جوجل ترانسليت العاملة الأمثل لتخطي حواجز اللغة بين المشجعين المتواجدين حاليا في روسيا خلال تعاملاتهم مع المواطنين الروس، وكذلك لقراءة اللافتات والإرشادات المختلفة. قد يقول البعض إن كرة القدم هي اللغة الأكثر شعبية في العالم، لكن عندما يتعلق الأمر بفك طلاسم اللغة الروسية أو التواصل مع أهل البلد الذي يستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذه الأيام، فإن الحب المشترك لهذه الرياضة لا يكفي في بعض الأحيان. لذلك وجد العديد من المشجعين الموجودين حاليا في روسيا ضالتهم في خدمة جوجل للترجمة والتي تعرف باسم جوجل ترانسليت للتغلب على عوائق التواصل الناتجة عن اختلاف اللغات وكذلك المعاني المختلفة لحركات الجسم واليد الواحدة بين الثقافات. وأصبحت خدمة جوجل ترانسليت لا غنى عنها للمشجعين خلال تعاملاتهم مع المواطنين الروس وكذلك لقراءة اللافتات والإرشادات المختلفة. استخدمنا هذا التطبيق في سيارة الأجرة إذا أردنا الذهاب إلى مكان ما أو الحديث مع الآخرين والتعرف عليهم بشكل أكثر. بالأمس على سبيل المثال كنا مع مجموعة من الأشخاص الذين لا يتحدثون الإنجليزية أو الإسبانية، وقضينا 4 ساعات معهم باستخدام جوجل ترانسليت فقط. إنه أمر مذهل. يتفق الجميع تقريبا أن خدمة جوجل ترانسليت جعلت إقامتهم في روسيا أكثر سهولة ومتعة. هطلت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على رؤوس الجبال بمنطقة الفياض بمحافظة البريمي، سالت على إثرها الشعاب والأودية وتكونت بعض الشلالات، وقد استبشر الأهالي والزوار بهذه الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة وعما بنفعها البلاد والعباد.
ونصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التربية والتعليم تعتمد نتائج الدبلوم العام وتعلنها يوم الاثنين المقبل. التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للربط البيني في الشرق الأوسط بالسلطنة. الحكومة البريطانية تتوصل إلى موقف موحد بإنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكسيت. آلاف النازحين يبدأون بالعودة إلى منازلهم في محافظة درعا بعد اتفاق لوقف القتال في جنوب سوريا. في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الجوية. تستمر سحب الخريف بالتواجد على سواحل محافظة ظفار واستمرار تساقط الرذاذ المتقطع، مع بقاء الأجواء المستقرة على باقي مناطق السلطنة، وبعض السحب المتفرقة تكون حاضرة على مختلف المناطق. تفاصيل الأجواء مشاهدينا الكرام ومع حركة الرياح من الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. الرياح تبدو على الساحل في مجملها جنوبية غربية معتدلة إلى نشطات السرعة بحدود 20 إلى 35 عقدة. بالتالي البحر على الساحل يبدو هائج الموج، أقصى ارتفاع له 4 أمتار، والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 65 إلى 90%. شمال السلطنة حيث تشهد محافظة مسندم رياح متغيرة الاتجاه وخفيفة أو معتدلة السرعة بحدود 15 عقدة، بالتالي البحر هادئ إلى متوسط الموج أقصى ارتفاع له 1.5 متر. الرياح في مجملها على سواحل السلطنة مطلعة على بحر عمان تبدو شرقية خفيفة إلى معتدلة بحدود 10 إلى 15 عقدة، بالتالي البحر هادئ إلى متوسط الموج أقصى ارتفاع له 1.5 متر، والرطوبة النسبية تصل إلى 90%. بعض السحب تكون حاضرة على العاصمة مسقط للنهار القادم، ودرجات الحرارة تبقى عند نهاية 30. عند مطلع 40 على رستاق مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب الماطرة. على شمال الباطنة في صحار أجواء مستقرة، وبعض السحب تكون حاضرة النهار القادم، ودرجات الحرارة تبقى عند نهاية 30. وعند مطلع 40 على محافظة مسندم ضمن أجواء صافية ومستقرة. إلى شمال الشرقية في إبرة، وبعض السحب الماطرة تستمر بالتواجد، ودرجات الحرارة عموما عند مطلع 40. كذلك والحال على محافظة الداخلية في نزوة وجبل شمس، درجات الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية. بعض السحب تكون حاضرة على محافظة الظاهرة، بينما تبقى الأجواء مستقرة وخالية من السحب على محافظة البريمي، ودرجات الحرارة عند مطلع 40. سحب الخريف تستمر بالتواجد على محافظة ظفار، ويستمر الرذاذ بالتواجد عموما على سواحل محافظة ظفار والعظمى 29 درجة مئوية. على هيمة درجات الحرارة تصل إلى منتصف 40 ضمن أجواء صافية ومستقرة خالية من السحب. إلى مناطق جنوب الشرقية، وبعض الأجواء اللطيفة تكون حاضرة على جزيرة مصيرة، ودرجات الحرارة عموما عند مطلع 30 وعند منتصف 30 على الأشخرة. إلى ولاية صور، ودرجات الحرارة تبقى عند مطلع 40 مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.